شرحت لك الفيديو اللي فات يعني ايه مقاومة الانسولين واسبابها. انا الدكتور ابراهيم خطاب، وهنعرف النهاردة ازاي تتأكد لو عندك مقاومة انسولين او لا. خليكم معايا. مقاومة الانسولين معناها ان عندي انسولين كتير في الدم ولكن مش عارف يدخل الجلوكوز للخلايا، لان الخلايا بتقاوم الانسولين مش راضية تفتح له. وقلنا ان في ثلاث اسباب هما اللي بيوصلونا لمرحلة مقاومة الانسولين. اولهم انك بتاكل عدد مرات كتير، او بتاكل كربوهيدرات ونشويات كتير في وجباتك، او انك معظم يومك ما بتتحركش وما بتلعبش رياضة. هنعرف النهاردة العلامات اللي تتأكد بيها لو عندك مقاومة انسولين او لا. ولكن اولا عشان الفيديو ده مهم جدا، فبطلب منكم انكم تشيروه وتنشروه عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. اول علامة معانا هي ظهور تصبغات في مناطق معينة من الجسم. الحالة دي اسمها اكانثوزيس نيجريكانز. ما علينا من الاسم، المهم وجود تصبغات او الوان دكنة في مناطق في الجسم، خاصة منطقة الرقبة تحت الابط بين الفخذين ومنطقة الاصابع من هنا ومنطقة الكوع والركبة. لو عندك تصبغات في الاماكن دي خاصة منطقة الرقبة والاصابع، فانت غالبا عندك مقاومة انسولين. التصبغات دي الحمد لله بتروح لما نحسن مقاومة الانسولين ونعالجها. تاني علامة هي الزوائد الجلدية او السكين تاجز. لو انت ما كانش عندك زوائد جلدية في الطفولة وظهرت لك في البلوغ او انت كبير في مرحلة ما، فانت اكيد عندك مقاومة انسولين. تالت علامة معانا وهي البادي ماس اندكس، او وجود دهون كتير في منطقة البطن، تراكم الدهون في منطقة البطن والكرش والاجناب كمان. يعني هتلاقي عندك الجسم شبه التفاحة، انه منطقة البطن عندك اكبر او اكثر بروزا من منطقة الحزام او الحوض اللي تحتها. يعني منطقة الحزام كده، منطقة البطن والجناب اكبر منها. تالت علامة وهي اللي بيسموها الهول مارك، او العلامة المميزة لمقاومة الانسولين، وهي الشعور بالخمول والتخمة بعد الاكل. تاكل تلاقي نفسك عايز تنام، يبقى عندك مقاومة انسولين. رابع علامة هي زيادة الوزن بشكل عام، وخاصة انك لو بتعمل دايت او بتحاول تخس ورغم كده مش عارف تخس. الخبر الحلو ان مقاومة الانسولين دي الحمد لله بتتعكس بسهولة وبتقدر تتخلص منها ونعالجها بمنتهى السهولة ان شاء الله، وهتلاقي الاعراض دي كلها بتختفي. لو عندك حاجة من العلامات اللي فوق دي او اكتر من حاجة، فانت عندك مقاومة انسولين مش محتاج تتأكد. ولكن لو حبيت تتأكد اكتر، في تحاليل تقدر تعملها. في تحليل مميز جدا للانسولين ريزيستنس او لمقاومة الانسولين اسمه هوما اي ار. لو غالي عليك تقدر تعمل الكرافت تيست، وهو انك بتقيس سكر الدم والانسولين وانت صايم، وفي المعمل بيديك سكر ويرجع يقيس لك تاني سكر الدم والانسولين بعد الاكل. وده مختلف عن تحليل السكر في العادي. انت في تحليل السكر العادي بتقيس فاستنج بلاد جلوكوز اللي هو السكر وانت صايم، ويخليك تاكل، وتقيس بعد بوست برانديال اللي هو هتقيس بعد ساعتين من الاكل. اما التحليل ده مختلف في انه بيخليك تقيس الانسولين كمان، يعني هيقيس جلوكوز وهيقيس انسولين. اكتبولي في التعليقات لو عندك اي علامة من العلامات دي، سيبها لي تحت عشان اشوف ايه اكتر حاجة موجودة ونتكلم عنها بشكل تفصيلي اكتر، وازاي هنعالج مقاومة الانسولين. ده موضوعنا الفيديو الجاي. ما تنساش تضغط لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وسيبولي تعليقاتكم واسئلتكم تحت في الكومنتات وانا هرد عليها.